وازاي دي اثر مشكلة فيه. الأجيال الجديدة برضو. أنا أتصور أنتم بكون ممكن ما تكونوش عارفين محمد طه يعني، غير ده لما احنا دلوقتي عرفناه جدا وبقينا بس مين بالعكس تاني عرفه بنحبه. تاني من ملايين الشباب لا الموجودين؟ ده بجد دور برضو تثقيفي إنكم تعرفوا الناس بالفولكلور وبالأجيال دي. حضرتك لخصت الرد في الجملة دي فعلا. فهو العرض فيه جزء تثقيفي فعلا، ان الناس اللي ما تعرفش ان احنا عندنا عمق ثقافي عظيم لازم نلتفت له. مقصور شعبي بس كبير صحيح. سارة، دور شامل اللي جسدتيه كان هو أظن الدور المحوري في العرض، نعم. مظبوط. أنت البطلة يعني، أهم حاجة أنت بعد إذنك يعني. جنبي يعني، هي البطلة هي جنبي يعني، هي اللي بتسند بعد مع حضرتك جنبي يعني. الحاجة اللي حرصت إنك أنت تأديها وإزاي يعني جسدتي هذا الدور، رغم إن يعني الملاحظ إنه دور صعب من السهل. هو فعلا دور صعب ودسم جدا، ويمكن دي أكتر حاجة شدتني للدور، لأن في مراحل عمرية مختلفة ونفسية مختلفة بتعدي بحاجات كتيرة شخصية. ويمكن واحدة من التحديات إن هو دور صعيدي وأنا أصلا عراقية، فده كان بالنسبة لي شوية بيخض في الأول. بس طبعا احنا خدنا وقت كتير قوي في البروفات وفي الشغل على اللهجة وفي الشغل على الكاركتر ذات نفسها، وكل واحد يبقى ماسك الشخصية بتاعته من جوه قوي. ف يعني اتدربت ازاي على اللهجه؟ وريني مثلا، كلمتي ازاي؟ قول لنا حاجه. هو بصراحه الحلو في الموضوع ان اكتشفت ان الصعيدي والعراقي في بينهم شبه، ان احنا نقول حرف القاف جي، يعني اقول اجلك اقولك، وحرف الجيم يتعطش عندنا همنا نفس الشيء. فلما مثلا اقول له احب على يدك بلاش ولدي اكتني انا بداله، انا اشفع له مثلا، يعني بتبقى برضو في اللهجة قريبة جدا من اللي أنا متعودة عليه انت كلغة عراقية؟ عراقية أنا. فبس عشان انت في كان سنة كام الموضوع، بقى؟ سنة كام في أنا الكلية؟ خريجة طب أسنان 2021 أصلا. ما شاء الله دكتورة يعني. بس فكانت بس شوية تحدي في موضوع هو في كام اللهجة. طالب هنا طيب من اللي قاعدين دول؟ 5 خريجين تقريبا. بتهيألي كلنا خريجين. خريجين نفس الجامعة. نفس الجامعة.